السلام عليكم يا شباب، معاكم تاني مستر جلاد من قناة مستر جلاد بريتش سكول، ولساتنا مع سد النهضة، مع اني اتمنى ان سد النهضة يخلص عشان ارجع اسجل تعليم انجليزي تاني، لكن قريب ان شاء الله هنخلص من سد النهضة. لازم في دوشة، سامعين انتوا زنة لان التكييف شغال، الكليما يعني درجة الحرارة هنا في نيوجيرسي، انا في نيوجيرسي جنب نيويورك، 90 درجة مئوية، هي يعني 85 لكن بتوصل أحيانا ل 90، حتى 85 عالية يعني بالمصرية، ما أعرفش حاجة و40 كده يعني، لأن هنا درجات الحرارة بالفهرنهايت مش بالسنتيجريد. المهم الدنيا حر قوي عشان كده مشغل التكييف، عشان كده في دوشة في زنة يعني، فسامحوني من موضوع الزنة ده، هحاول أعلي صوتي. في ناس كتير لموني، بعتوا لي رسائل يعني انني ما مسجلتش فيديو بقالي فتره، عايزيني اسجل كل يوم. انا مش من النوع اللي بيسجل كل يوم، لان الجماعه اللي عاملين قنوات بيسجلوا كل يوم دول جماعه يعني دي بالنسبه لهم سبوبه يعني، عايشين من وراها يعني، بيسجلوا كل يوم علشان مشاهدات وبيجي لهم مصاريف بسيطه يعني من اليوتيوب، ما بيبقاش مصاريف كتير لكن مصاريف بسيطه يعني. واخدين بالكم يا جماعه؟ يعني الجماعه اصحاب القنوات اللي بيسجلوا كل يوم زي ما قلت لكم، هي بالنسبه لهم سبوبه يعني، هم مش فاتحين بيت من وراها ولا حاجه يعني، هي تقدر تقول بتدخل لهم مصاريف بسيطه، شاي سكر مواصلات كلام فاضي يعني. لكن انا بالنسبه لي بسجل لما بيكون في حاجه اقدر افيد الشعب، افيد الناس، ما هيش سبوبه بالنسبه لي. و السبب ان انا قعدت فتره طويله ما سجلتش لان ما كانش في حاجه جديده، او الحاجه الجديده اللي كانت موجوده ما كانتش تستاهل ان اعملها فيديو يعني. انا بحب اعمل فيديو بيكون مليان يعني، بيكون في حاجات مهمه كتير، حاجه بسيطه معلومه صغيره كده بقول خليها لما يكون في معلومات اكتر واجمعهم كلهم مع بعض. ده نظام يمكن اكون غلط بس هو ده اللي انا بعمله يعني. اول حاجه عايز اطمن الشعب، الناس الان في مصر، موضوع الملء الثاني في سد النهضه، بقول لكم اطمنوا مفيش ملء ثاني، الملء الثاني لسه ما حصلش. هو اللي حصل ان علشان اثيوبيا تعلي، هي علت حوالي 6 متر، علشان اثيوبيا تعلي ال 6 متر دول كان لازم تفضي 6 متر او 10 متر من الميه اللي كانت موجوده بالملء الاولاني، كانت لازم تفضيهم. فهي دي اللي كل اللي عملته انها رجعت الميه اللي كانت مفضياها يعني. هو حاليا موجود في السد دلوقتي هم ال 4.9، هم 4 مليار و9 من 10 او 5 مليار، ما فيش ملء ثاني يعني، او بمعنى صح ما زادتش عن 160 يعني 560 قصدي يعني، 60 متر ما زادتش عنهم. فاهمين ليه ما فيش ملء ثاني؟ اصلا اثيوبيا لسه بادئه صب بقى لها يجي 3 اسابيع، الخرسانه محتاجه وقت عشان تنشف يعني، حتى مش بمزاج اثيوبيا انها تملى دلوقتي، الخرسانة دي أطنان من الخرسانة، مش معقول تصب النهاردة وتملى بكرة، مفيش الكلام ده يا جماعة. أي حد يقول لك هي علت 2 متر بقى خلاص هتملى، تملى إيه؟ مش الخرسانة دي عايزة وقت عشان تنشف؟ دي أطنان من الخرسانة، ده أنت لما بتعمل سقف بيتك وهو 20 سنتي بتفضل حط الخشب 10 أيام على ما الخرسانة تنشف. تخيل بقى دي أطنان من الخرسانة، أطنان 60 متر عرض، 250 متر طول او يمكن اكتر كمان، محتاجه وقت طويل عشان تنشف. فحكايه ان الملء الثاني بدا ده لسه ما بداش، طمنوا من الناحيه دي، هما لسه موجودين ال 4.9 او ال 5 مليار بتوع الملء الاولاني يعني. طيب ده بالنسبه للملء اللي قلق الناس فيه. في بقى لخبطه كتير حصلت في الاسبوع اللي فات في مشكله في القرن الافريقي يعني، وامريكا غيرت رايها بعد ما كانت تضغط على مصر، بقت تضغط على اثيوبيا، هي كلها مصالح. وانا الحاجه بقى اللي عايزكم تلاحظوها ان اللي بيحصل دلوقتي، اللي بيحصل حاليا وكل القنوات بتتكلم فيه، انا قلته من شهرين. اللي بيحصل دلوقتي انا قلته هيحصل من شهرين، مش قلت هيحصل، قلت المفروض يحصل من شهرين. روحوا اسمعوا، ارجعوا لأول فيديو عملته لما كنت بقارن ما بين قوات أثيوبيا والسودان ومصر، قلت المفروض مصر تدمر أثيوبيا بالكامل وتحتل منطقة في شمال أثيوبيا 30 كيلو وتعمل قاعدة عسكرية في المنطقة دي، وقلت إن كل الدول المحيطة بأثيوبيا بتكره أثيوبيا، وقلت إن لو مصر بدأت الضرب العسكرية
كل الدول المحيطة هتضرب أثيوبيا، وأثيوبيا هتتقسم. قلت كل دولة هتاخد لها حتة، مش هيتفضل من أثيوبيا غير أديس أبابا، ومصر هتحط في أثيوبيا حاكم موالي لمصر. وهو ده اللي الناس كلها بتتكلم فيه دلوقتي، وهو ده اللي هيحصل. يعني زي ما يعني انا بتهيألي ان السيسي سمع الفيديو بتاعي وبينفذه، لان اللي قلته بالظبط بيحصل دلوقتي بالظبط بالحرف. اللي مش مصدق روح ارجعوا الفيديوهات القديمه. ساعتها ناس هجمتني وقالت لي انت بتتخيل، انت بتحلم، ما فيش ضرب، ما فيش حرب، السد خلاص، مصر ضاعت، مصر يعني ارجعوا الفيديوهات القديمه. يعني انا ما بقولش اي كلام. حاجة تانية برضو قلتها وحصلت، قلت إن أثيوبيا مش هتعلي 35 متر، قلت هتتلكأ. وساعتها قلت إن أنا حلمت إنها هتتلكأ، أو فكرت كده وأنا نايم إنها هتتلكأ ومش هتبني، مش هتعلي. وناس اتنقورت عليا وضحكوا عليا، وإحنا هنمشي ورا أحلامك، وإحنا هنمشي ورا كلامك. وفعلا ما بناتش، كل بناته 6 متر، ولعلمك يمكن ما كملش، مش هتكمل لأنه هنضرب قبل ما تكمل. يعني الكلام اللي بقوله بيحصل، فياريت لما اتكلم الناس تسمع وتشغل مخها، واللي ما بيفهمش في السياسة يتعلم أو يسكت. مشكلة بقى القرن الأفريقي دي مكلكعة شوية. ليه؟ لأنها خيوط كتير داخلة ببعضها، فمش يعني في ناس مش هتقدر تفهم اللي بقوله، لأن هي حاجات كتير داخلة ببعضها. ولكن انا احاول اخدها خط خط، لان هي يعني مواضيع حاجات كتير داخله ببعضها مكلكعه. عايزه واحد فعلا يكون ملم بالقضيه من كل النواحي عشان يفهم انا بقول ايه. انا احاول اخليكم تلموها من كل النواحي، بس سنه بسنه. اول حاجه خلينا ناخد يوم ما نرجع لبدايه بنى سد النهضه. سد النهضه اتبنى وقت ايه؟ اتبنى في مصر فيها انفلات امني، اتبنى وامريكا عامله في حسابها ان اللي هيحكم مصر الاخوان، وفعلا الاخوان حكموا مصر. فاللي حصل ان ما كانش فيه اهتمام ببناء السد، او كان التفكير انهم عايزين السد بس يبقى 11 مليار، لان اصلا هم السد ده كانت اسرائيل عاملاه، امريكا واسرائيل عاملينه علشان يبقى نقطه ضغط على مصر، علشان مصر تتساهل وتاخد سيناء، أو أضعف الإيمان تتساهل وتعطيهم مية. يعني عشان مصر، يعني عشان أثيوبيا تمسك المية عن مصر، وبالطريقة دي يبقى يعني على أساس. تخيلوا إن الإخوان موجودين، شغلوا حقوق معايا في الحتة دي. السد اتبنى على أساس إن الإخوان هيكونوا موجودين في مصر. النقطة دي محدش فاهمها ومحدش يتكلم فيها. فلو فضلوا الإخوان موجودين، السد كان معمول اصلا ل 11 مليار، لان هو اصلا كان معمول علشان يبقى تهديد لمصر، والاخوان هم اللي حاكمين، والاخوان طبعا هيكونوا معلقين المشانق في كل مكان. فساعتها الاخوان على طول هتقول ما عندناش حل يا جماعه غير ان احنا نتنازل عن سيناء وقناه السويس لاسرائيل علشان اثيوبيا تعطينا مي. وطبعا الاخوان هيكونوا دمروا الجيش. انتوا عارفين الاخوان لما مسكوا البلد عملوا ايه؟ اول حاجه دمروها القضاء. لا، مش اول حاجه القضاء، اول حاجه دمروها امن الدوله. مفيش امن دوله. بعد كده دمروا القضاء ودخلوا في مفاصل الدوله. يعني محمد مرسي قالها انا عايز امسك المحليات، محلياتي انا عايز امسك ركب الدوله، مفاصل الدوله. وفعلا حط ناس كتير في المحليات. الحاجه الوحيده اللي الاخوان فشلوا فيها هي الجيش. عشان كده محمد مرسي راح لكل دول العالم يقول لهم ريحوني من الجيش المصري، واللي انتوا عايزين تاخدوه مصر هديه لكم. شوفوا قد ايه يعني الناس بيقولوا محمد مرسي مش خاين. محمد مرسي خاين يعني بقى 40% من ارض سيناء قابض 8 مليار، وانا متاكد من الموضوع ده وعندي دلائل. وغير كده لما مش قادر يسيطر على جيش راح لدول العالم كلهم قال لهم ريحوني من جيش مصر، واللي انتوا عايزينه مصر هديه لكم. في خيانه اكتر من كده؟ المهم لو يعني السد اتبنى على اساس ان الاخوان هيكونوا موجودين في مصر، ومن هنا السد كان المفروض يوصل 11 مليار بس. وكمان ما حصلش فيه اهتمام بالمباني. ليه؟ لان ال 5 مليار اللي راحت اثيوبيا كلها فساد. ال 5 مليار اتسرق نصهم ما بين الجيش وما بين المسؤولين. بلد كلها فساد، عمرهم ما شافوا فلوس،
شافوا المليارات اتجننوا، الفلوس نصها اتسرق، ما عادش فيه غير نص ال 5 مليار 2 مليار ونص، وعايزين يبنوا السد. طب هيبنوه ازاي ب 2 مليار ونص وهو اصلا تكلفته 5 مليار؟ علشان يجيبوا شركات اجنبيه تملى السد، الشركات الاجنبيه هتبنيه بالطريقه الصح، يبقى عايزين ال 5 مليار، الفلوس ضاعت. فعشان كده الجيش الاثيوبي هو اللي بنى السد، والجيش الاثيوبي ما عندوش فكره في السدود، وكمان في الوقت نفسه كانوا بيتسرعوا في بناء السد علشان مش عارفين هيحصل ايه، لان مصر فيها مشاكل، وحتى والاخوان موجودين برضو كان في مشاكل، فكانوا بيتسرعوا بناء السد، فعشان كده حصل اخطاء في السد. فهمتوها؟ ولكن هم ما اهتموش موضوع الاخطاء، لانهم عارفين ان لو الاخوان فضلوا في الحكم حتى الخمسة مليار هيهددوا بها مصر، والاخوان هيعطوا هيتنازلوا عن مصر كلها بسبب الخمسة مليار. فهمتوا القضية؟ يعني هو كانت الفكرة كلها ان السد ده يوصل ل 11 مليار علشان يضغط على، يبقى سبب للاخوان قدام الشعب المصري، تقول لهم يا جماعة مش بإيدي، مفيش مية، المية نشفت، لازم نعطي إسرائيل سيناء أو قناة السويس علشان نشرب مية، في الوقت اللي مصر ما فيهاش جيش، في الوقت اللي الإخوان معلقين المشانق في كل مكان، في الوقت اللي التعليم مفيش تعليم، مفيش دراسة، ما هتكون بقى يعني لو الإخوان مسكوا البلد هتبقى مصر زي أفغانستان، فاهمينها؟ فمحدش هيتكلم، لأن كل الأذكياء إعدامات، يعني كانت في حملة إعدامات لا تتخيلوها. فالبلد كانت ماشية في الطريق ده، وأمريكا كانت مرتاحة، وإسرائيل كانت مرتاحة، وكل حاجة ماشية صح. إيه بقى اللي لخبط الدنيا؟ السيسي. أمريكا وإسرائيل وأثيوبيا والعالم كله ما كانوش عارفين إن في واحد اسمه السيسي هيقدر يشيل الإخوان. محمد مرسي قال احنا هنا لمدة 500 سنة، وجود السيسي وشيل الإخوان هو اللي لخبط كل المعادلات الإسرائيلية الأمريكية الأثيوبية، قلبها كده يعني، جاي كده يعني 180 درجة، يعني نقطة ومنور السطر. فهمتوها؟ علشان كده لو تلاحظوا ضغوط، لما السيسي شال الإخوان ضغوط من كل اتجاه عشان يرجع الإخوان، والراجل رفض. ليه؟ لأنه عارف اللي هيحصل إيه في المستقبل. أنا ما كنتش أعرف إن السيسي بالذكاء ده، بس بصراحة طلع ذكي، طلع أذكى مني يعني، أنا كنت فاكر نفسي ذكي بس هو طلع أذكى مني بصراحة. السيسي يعني بصفته رئيس كونجرس جهاز مخابرات حربية، فيعرف حاجات أنا ما أعرفهاش. يعني هو أنا بفكر ولكن ما عنديش معلومات، هو عنده المعلومات وبيفكر واللي بيساعدوه، يعني حاجات كتير. فالسيسي طلع ذكي وبوظ لأمريكا وإسرائيل كل حاجة. فهمتوا القصة بقى ولا فهمتوهاش؟ يعني السيسي جه، السد فيه عيوب، السد حصل فيه شروخ ثلاث مرات، يعني السد اتشرخ مرة، السد انهار قبل كده، انهار لما وقع، لما عمل فيضان في السودان، ضحكوا علينا وقالوا ان اثيوبيا اعطت ميه كتيره عشان كده عملت فيضان. الميه الكتيره ما تعملش موجات عاليه، لما تفتح البرابخ وتنزل ميه كل فيها ان ميه البحر هتتزاد، زاد ميه النيل الازرق هترتفع كده، بتنزل ميه وما هترتفع كده، وبعد ما توصل للنهر كله اتملى تبدا تمشي على الطواف. هو كده اللي انا جاي من برابخ من تحت الارض. لكن عشان يبقى هجوم سونامي ده عايز كميات كبيره من المياه في وقت واحد، وده ما يحصلش الا اذا كان فيه انهيار في السد حصل بالعقل وبالمنطق. يعني السد في مشاكل وحصل فيه انهيار، كانت ممكن امريكا، يعني في ناس قالوا لي طب لما السد انهار ليه السودان ومصر ما قالوش للعالم كله ان السد انهار، وكان الاثيوبيين علقوا أبي أحمد من رجله وخلص القضية. هم يا جماعة الموضوع مش بالبساطة دي، يعني الناس بتفكر بطريقة محدودة جدا. عارفين أنتم لو كانت مصر أو السودان أعلنوا للعالم أن السد انهار كان هيحصل إيه في أثيوبيا؟ كان هيحصل إيه في القرن الأفريقي؟ كانت هتبقى يعني 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 خلاصته كان باب المندب هيتقفل.
في الصومال وفي جيبوتي حاجة اسمها مضيق باب المندب، يعني عند في مدخل البحر الأحمر. المضيق ده اللي بيدخل كل السفن اللي جاية على البحر الأحمر على قناة السويس. لو كان جماعة في أثيوبيا عرفوا أن السد ده انهار، كانت هتحصل مشكلة، كانت هتتسبب في قفلان باب المندب. ولا تتخيلوا يعني ايه قفلان باب المندب. وهو ده، هو ده مشكلة أمريكا. وانتوا فاكرين مشكلة أمريكا، انتوا فاكرين أمريكا ليه ماشية مع أثيوبيا؟ عشان باب المندب. هحكي لكم قصة، دي قصة طويلة بس أتمنى أنكم تفهموها. شوف هاخدها سنة سنة لأن أصلها حاجات متداخلة ببعضها. شوف، لما السيسي مسك الحب عرف أمريكا إن هيهد السد لا محالة. ومش بس هيهد السد، وعشان يهد السد أثيوبيا هتحارب السودان، وإحنا ماضيين معاهدة دفاع مشترك مع السودان، يبقى لازم هنحارب مع السودان. واحنا مش عايزين ندخل في حرب عصابات مع اثيوبيا، اثيوبيا دي نظام عصابات، يعني ما عندهمش جيش نظام، لا جيش عصابات. ما نقدرش احنا ما نعرفش نحارب جيش عصابات، احنا نحارب جيش قدامنا، لكن شغل العصابات ده هنخسر فيه. امريكا خسرت مع الصومال زمان. فعلشان السيسي يضرب السد هيدمر اثيوبيا كلها زي ما انا قلت بالظبط. مش بس هيضرب السد، هيضرب السد هيضرب الجيش الاثيوبي، قواعد صواريخ، مطارات، مدفعية، طرق، كباري، بنية تحتية، هيدمر أثيوبيا بالكامل، هيرجع أثيوبيا للعصر الحجري. ليه؟ علشان يضمن أنهم ما يجوش يحاربوا السودان. طيب السيسي هو ده الكلام اللي قاله الأمريكا، هرجع أثيوبيا للعصر الحجري. طب هيحصل إيه؟ كل دولة من دول المحاطة بأثيوبيا كلهم كارهين أثيوبيا. الكلام اللي قلته في اول فيديو، كلهم كارهين اثيوبيا وكلهم بيتعاملوا مع اثيوبيا غصب عنهم لان اثيوبيا ماسكاهم من رقبتهم. يعني الصومال اثيوبيا قفلت لهم نهر، في نهر اسمه تشبيلي تقريبا بقى نشفته اثيوبيا. كينيا بحيره تركانا قربت تنشف برضه، عملت عليها سدود وقربت تنشف. جيبوتي اثيوبيا عايزه تاخد جيبوتي، عايز تعمل، عايزه يكون لها ميناء في جيبوتي. جيبوتي بلد صغيرة كده، جيبوتي دولة صغيرة، أثيوبيا عايزة تاخد منها جزء تعمل ميناء لأن أثيوبيا ما عندهاش ميناء على البحر. كل الدول دي كارهة أثيوبيا لأن أثيوبيا بتضغط عليهم باستخدام المية، باستخدام الجيش، لأن أثيوبيا هي عندها أكبر جيش يعتبر في المنطقة بين الدول دي كلها. فالدول دي كانها أثيوبيا، فأول ما يلاقوا مصر بتضرب هم كمان هيضربوا، هم كمان هيضربوا. فهيحصل إن أثيوبيا هتبقى دولة مفككة، ما فيش دولة. فهيحصل إيه؟ هيحصل بقى نظام العصابات بتاع زمان، ويحصل بقى العصابات وسرقة ومافيا، وتلاقي ومفيش أسهل إنك تجيب فلوس من إنك تاخد على البحر اللي هو قراصنة البحر، ويرجعوا بقى زي زمان، زي ما أثيوبيا كانت، زي ما الصومال كانت بتعمل، يوقفوا السفن ويطلبوا فديات. ودي مشكلة كبيرة للتجارة العالمية، فاهمينها؟ وده اللي مصر هتعمله، ومفيش بإيد أمريكا حاجة تعملها، خاصة إن السد فيه عيوب. انتوا عارفين لو كان السد بتاع اثيوبيا مبني صح بمواصفات صح وياخد ال 70 مليار 74 مليار ومش هيقع، مش هيجرى له حاجه، والله العظيم كانت امريكا راحت بجيشها ووقفت هناك، وهي اللي حمت السد، هي ولا كانت مصر تقدر تعمل لها اي حاجه. كانت امريكا هي اللي هتحمي السد. ليه؟ لأن السد ده كان هيبقى خلاص سكينة في ظهر مصر، ومشكلة إسرائيل اتحلت وخلاص، ما بقاش في دولة اسمها مصر، وإسرائيل بقى هي الكبيرة في المنطقة. لكن علشان ربنا بيحب مصر خلى كل الأحداث اللي حصلت، وخلت السد وقع، ومصر والسودان عارفين إنه وقع، ويقدروا يفضحهم أبي أحمد، ويقدروا يعملوا خراب في منطقة. يعني انتوا فاكرين لما كان السيسي بيقول
هيحصل عدم يعني هيحصل مشكلة في المنطقة ملهاش نهاية. هو فعلا كان يقصد كده، يعني سيسي قال هيحصل عدم التزام في المنطقة، عدم هيحصل معرفش قال هيحصل ايه، يعني هيحصل في منطقة القرن الافريقي مشاكل ملهاش حدود، كانت نهايتها هتبقى باب المندب هيتقفل ولا فيش في ايد امريكا حاجة تعملها. مش هتنفذوا تعليماتي يا امريكا، هعلن للعالم كله ان السد منهار. اعلنت للعالم كله ان السد في انهيارات، هيعلقوا ابي احمد من رجليه، وابي احمد ده راجل امريكا، ابي احمد في اثيوبيا هو صدام حسين في العراق، ابي احمد راجل امريكا. فهمتوها؟ يعني ما فيش في ايد امريكا حاجه تعملها. انا في اول فيديو اتكلمت عليه قلت امريكا مش هتقدر تعمل اي حاجه، مش علشان سد في عيوب، لا قلت ساعتها امريكا مش هتقدر تعمل لمصر اي حاجه، لان مصر ماسكه امريكا من بلاش خليها من رقبتها، وخاصه ماسكه جو بايدن، لان جو بايدن كان النائب بتاع اوباما لما اوباما اعطى 8 مليارات لمرسي علشان ياخد 40% من ارض مصر، ومرسي اخذ الفلوس والسيسي ما ادهمش الارض. فهمتوها؟ يعني السيسي يقدر يضيع مستقبل جو بايدن، ومش بس مستقبل جو بايدن، والحزب الديمقراطي كله. علشان كده انا قلت مش جو بايدن مش هيقدر يعمل حاجه في السيسي، لان السيسي ماسكه كويس قوي. فاهمين يا جماعه اللي مش فاهمين؟ الناس اللي مش مصدقه حكايه ان مرسي باع، انا ممكن اعمل فيديو واثبت الكلام ده، بس ساعتها هيحصل هجوم بقى من الاخوان واللي اتأدب وتهديد وكده، لكن انا عندي دلائل، عندي تأكيدات، لكن مش عايز اعمل مشاكل مع الاخوان، لان لو عرضت الفيديو ده الفيديو جاهز، يعني عرضته وحصل بقى هجوم رحت شايله تاني، ما انا عرضته قبل كده من سنتين، لكن الهجوم وتهديدات ليا والعيلة رحت شايل الفيديو تاني، لكن عرضته، في ناس شافوه، لكن برضه مش عايزين يصدقوا. يعني لو جه صدام حسين قال لهم يا جماعه انا صدام حسين انا لسه عايش وانا جاسوس لامريكا، برضه العرب مش هيصدقوه. هم عقلية العرب كده، ليه ما اعرفش. المهم انا قلت من زمان ان امريكا مش هتقدر تعمل حاجه لمصر، ربنا ساعد مصر بان العيوب اللي في السد ده، وانا حكيت لكم ايه يعني ايه اللي ممكن يحصل لو مصر اعلنت للعالم مشكله السد او ضربت السد بدون يعني في ناس بيقولوا طب مصر ما كانت تضرب السد ليه مستنيه؟ نفس المشكله، لو مصر ضربت السد من غير ما تلف على كل دول القرن الافريقي وتاخد ضمانات ان مش هيحصل فيه انفلات امني، برضه هتحصل نفس المشكله. باب المندب برضه هيتقفل، وهو ده اللي مخوف امريكا. باب المندب ده لو اتقفل هتلاقوا جيوش العالم، جيوش امريكا وبريطانيا، العالم كله هتلاقي جيوشها موجوده باب المندب. باب المندب ده هو شريان حياه للعالم كله. فهمتوها؟ فدلوقتي لازم يحصل تنسيق مع كل الدول اللي ممكن يحصل فيها انفلات امني بعد ضرب السد، وهو ده اللي السيسي عمله. يعني عمل الاول السودان، وبعدين اتحاد مع كينيا، وبعدين اوغندا، وبعدين اخر دوله دي جيبوتي، يعني خنق اثيوبيا. فهمتم ليه؟ علشان بعد كده لما السيسي يضرب تكون الدول دي فيها اتفاق ان مش هيحصل اي عصابات او اي قرصنة بحرية او كده. دي نقطة. طيب تعمل ايه امريكا دلوقتي؟ مصر ماسكة العالم كله، ما هي مصر يعني دلوقتي مصر ماسكة العالم كله. ليه؟ لأنها تقدر تقفل لهم باب المندب. حطوا بقى يعني فكروا في النقطة دي.
مصر تقدر تقفل باب المندب. في نفس الوقت أمريكا بتعتمد على أبي أحمد في أنه يحمي باب المندب. أنتوا فاكرين زمان في التسعينات لما جوه قراصنة من السودان وبقى ياخدوا البواخر ويطلبوا فدية وحصلت مشاكل كتير، حصلت مشاكل في العالم كله، يعني بقى في خوف في العالم كله، القرصنة دي عملت مشاكل في العالم كله. فأثيوبيا جابت أبي أحمد وتقول له احملنا باب المندب. فلما بيلاقي أي يعني مثلا لما يلاقي أي سوداني أي صوماليين هيعملوا قرصنة بيخش يحارب صومالي، لما يلاقي أي جماعة هيفكروا يعملوا أي حاجة تتعطل باب المندب أبي أحمد بيحاربهم. يعني أبي أحمد هو رجل أمريكا في أثيوبيا، ولكن أمريكا لقت نفسها فيها مشكلتين. أول مشكلة مصر هتدمر لهم القرن الأفريقي ومفيش بقية أمريكا حاجة تعملها، وفي نفس الوقت أبي أحمد ما هوش قادر يسيطر على أثيوبيا، أثيوبيا مفككة وكلها بتحارب بعضها، واخدين بالكم؟ فأمريكا لقت في حل مناسب وهي مش عايزاه، لكن غصب عنها هو ده اللي موجود. افهموا بقى، أمريكا لقت في حل لمشكلة القرن الأفريقي، أمريكا مش عايزاه لكن غصب عنها، زي دواء الكحة كده، يعني مر تشربه هو مر لكن بتشربه غصب عنها. هو إيه؟ إن تخلي مصر هي المسؤولة عن حماية باب المندب، مضيق باب المندب، فهمتم؟ فاللي هيحصل إيه؟ إن مصر مش بس هتضرب السد، لا، مصر هتدمر أثيوبيا كلها زي ما أنا قلت، تمام، هتدمر أثيوبيا كلها. في ناس كانوا بيقولوا إن أثيوبيا هتضرب سدود السودان، مش هيحصل، لأن أصلاً أبي أحمد في اتفاقية زي ما قلت الفيديو اللي فات، اتفاقية ما بين أبي أحمد ومصر والسودان وأمريكا وإسرائيل، الاتفاقية دي موجودة، وغصب عن أمريكا وإسرائيل عاملين الاتفاقية دي لأن فيش حاجة تانية بإيديهم. يعني بدون الاتفاقية دي مصر هتدمر أثيوبيا، هتوقف باب المندب، وبرضو إسرائيل مش تاخد أي مية. فأمريكا وإسرائيل لهم مفيش حل غير أنهم يتعاونوا مع مصر، خاصة أن أبي أحمد مش قادر يسيطر على دولته، ودولته كلهم يعني كل عائلات عصابات بيتخانقوا مع بعض، كل محافظة بتخانق مع المحافظة التانية. فأمريكا لقت ما تقدرش تعتمد على أبي أحمد، ده غير أن ريحته فاحت من المذابح اللي بيعملها في البلد اللي بيدبح فيهم دي، واخدين بالكم؟ أبي أحمد سيرته فاحت، ريحته فاحت في العالم كله من المذابح اللي بيعملها في إقليم تجراي. يعني هو مش هيتحاكم، لأن هو برضو راجل أمريكا. أنا بقول لكم أبي أحمد هو صدام حسين في أثيوبيا، يعني 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 أبي أحمد كل اللي عملته أمريكا عقوبات، مش هنعطيكوا فيز تيجوا أمريكا، هنحبس الفيز مؤقتا، كلام فاضي، حتى ما هيش خبطة، حتى مش قرصة ود، ولا حتى قرصة ود ولا أي حاجة، لأن أمريكا برضو يهمها إن أبي أحمد يفضل حي وقوي حتى بعد ضرب صد النهضة، حتى بعد تدمير أثيوبيا. أمريكا يهمها إن أبي أحمد يبقى قوي علشان يسيطر على أديس أبابا، ما أثيوبيا ما فيش منها غير أديس أبابا، فاللي هيمسكها أبي أحمد. فأمريكا يهمها إن أبي أحمد يفضل راجل أمريكا، فاهمين؟ فالمخطط بقى على حسب تفكيري المحدود إن مصر هتاخد بني شنقول، لأن دي أصلا أراضي مصرية، بعد ما هتدمر أثيوبيا هتاخد منطقة بني شنقول بالكامل. وعلى فكرة بني شنقول مش هتاخدها لحد ما تروح لبحيرة تانا، يعني مصر هتاخد منطقة من مش بس السد، هتاخد كل الزي الحدودي مع السودان لحد ما توصل لبحيرة تانا. ليه؟ لأنها لازم تأمن بحيرة تانا، تبقى كده أمنت روافد النيل، فاهمين؟ وعلى ما أعتقد
ان كل دولة من الدول المحيطة هتاخد لها حتة من اثيوبيا على ما اعتقد. يعني مش معقول هيقسموها 4 5 دول، يعني اما انها تتقسم ل5 دول او كل دولة تاخد لها جزء، ده انا ما اعرفوش. ولكن اللي انا اعرفه ان اثيوبيا دي هتتفكك، ومصر هيبقى ليها قاعدة عسكرية جنب سد النهضة، وهتأمن النيل لأنها هتتحكم في بحيرة تانا، وهتودي لمصر 100 مليار متر مية. وبكرة تشوفهم إن السيسي ده هيخلي مصر هي أمريكا في المنطقة، وبكرة تشوفه. والسيسي هيعمل قوة أفريقية مش بس مصرية، لا هيعمل قوة أفريقية متكاملة لحماية القرن الأفريقي، عشان يبقى عشان كل دول القرن الأفريقي تبقى ما فيهاش مشاكل، وبالتالي طالما الدول ما فيهاش مشاكل يبقى في أمان. فالسيسي هيكون، يعني مصر هيكون لها قاعدة جنب سد النهضة بعد ما ينضرب. طبعا هو الأول زي يعني أشرح إزاي هينضرب. الأول مصر هتدمر أثيوبيا وهتحتل المنطقة دي، وعلى ما أعتقد أنهم هيضربوا السد سنة بسنة، هيفككوه. ليه؟ لأن مصر أصلا من حقها تضرب السد، لأن السد مبني في أراضي مصرية محتلة. إقليم بني شنقول ده إقليم مصري محتل، وبالتالي من حق مصر تضرب السد لأنه أرضها، فاهمين؟ فمصر هتضرب السد وهتعمل قاعدة عسكرية أساسها مصري، ولكن هيكون فيها مصريين وسودانيين، وهيكون فيها أثيوبيا أثيوبيين من المواليين لأبي أحمد، وهيكون فيها من كل دول أفريقيا. ومصر عندها قاعدة عسكرية في بحيرة نورة اللي جنب أريتريا، وعندها قاعدة عسكرية في بحيرة فرسان، وعايز تعمل قاعدة عسكرية تانية في جيبوتي. يعني مصر هيكون لها 4 قواعد عسكرية في منطقة القرن الأفريقي، وهتمسك باب المندب. هتبقى مصر هي اللي ماسكة باب المندب وتتحكم في باب المندب. عارفين معنى ايه ان مصر تتحكم في باب المندب؟ يعني مصر تبقى تعتبر دولة من الدول اللي العالم كله لا يستغنى عنها، ودولة من الدول اللي العالم كله عايزها قوية. ومش بس كده، تحكم مصر في باب المندب هيخلي إسرائيل تشيل من دماغها فكرة انها تعمل قناة موازية لقناة السويس، لأن كل شوية نسمع إسرائيل عايز تفتح قناة عشان تدمر قناة السويس. أول ما مصر تحكم في باب المندب موضوع قناة إسرائيل ده مات. ليه؟ هتعملي قناة لتدمري قناة السويس، هقفلكم باب المندب وعلى أعدائي بقى. طالما قناة السويس مش هتشتغل باب المندب ما يفيدنيش بحاجة، هقفله. وإسرائيل عارفة كده، وأمريكا عارفة كده، والعالم عارف كده. فمستحيل إسرائيل تفكر تعمل قناة موازية قناة السويس. المشروع ده مات. يعني ممكن الناس يقولوا هي مصر ليه تعمل موالدة كله، ما تخليها تضرب السد وترجع تاني. يعني في ناس أفكارها بتبص تحت رجلها، يقول لك احنا عايزين مصر تضرب سد النهضة وترجع تاني، احنا ليه نودي شبابنا في كل أفريقيا؟ هقول لك علشان مستقبل مصر، علشان لما مصر يكون عندها 4 قواعد عسكرية حوالين باب المندب، تتحكم باب المندب، العالم كله هيعمل لها حساب. إسرائيل مش هتفكر تعمل قناة موازية لقناة السويس. الحاجات دي كلها في مخ السيسي، ما هي أصلها مواضيع متشابكة. فهمتوها يا شباب؟ يعني هي كلها مواضيع متشابكة. طيب ايه اللي هيحصل لبني شنقول؟ زي ما قلت لكم هيبقى فيها اكبر قاعدة عسكرية مصرية ومشتركة، هنتحكم في بحيرة تانا، وهيوصلنا 100 مليار متر مية. وزي ما قلت في الفيديو اللي فات، من المحتمل ان يكون في حاجة في السر بين مصر واسرائيل وامريكا، انهم يعطوا مصر 2-3 مليار متر مكعب، لأن أصلاً لما يكون مصر عندها 100 مليار ما هيش عايزة، فمش مشكلة إن احنا نبيع لإسرائيل المية، أو حتى نعطيهم المية ببلاش في مقابل إنهم يخرجوا عن الأراضي اللي احتلوها سنة 67 والاعتراف بدولة فلسطينية. ده كله ممكن يكون مخ مصر بتفكر فيه مستقبلاً، أو ممكن يعني الكلام ده كله ممكن يكون العالم كله اتكلم فيه.
لأن الناس السياسة ما بتبقاش يوم واتنين، ده السياسة بتبقى 50 سنة قدام. والسيسي بصاحب بصراحة السيسي هم مصلحة مصر، السيسي غير مبارك. مبارك كان مبارك يعني هم مصلحة مصر، ولكنه برضه هم مصلحة إسرائيل. هم مصلحة إسرائيل في إيه؟ أول حاجة ما عمرش سينا، تاني حاجة ما استغلش المشروع المنخفض القطارة ده، موت الاثنين. عدم تعمير سينا 30 سنة دي 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 جريمة في حق مصر. قتل منخفض القطارة دي جريمة في حق مصر. السيسي ساب إسرائيل 30 سنة تتقدم وتبني، ومصر محلك سر، لا مصانع ولا مشاغل، ده بالعكس ده عمال يموت في مصر. يعني قصدي مبارك، يعني مبارك ده كان المفروض يتحاكم. مبارك كان المفروض يتحاكم، 30 سنة منايم مصر، ما بيعملش أي حاجة تفيد البلد في الوقت اللي إسرائيل عمالة تتقدم وعندها مصانع أسلحة، وهو 30 سنة بس نايم ومنايم البلد وبيجمع في فلوس. مبارك عنده 100 مليار دولار، 100 مليار، في حين مصر عندها ديون أكثر من 100 مليار. لكن السيسي بيعمل مشاريع فعلا تفيد مصر فعلا، ومستحيل يعني السد ده هيتهد. يعني هو ممكن يفكه، ممكن يضربه، لكن هيتهد. ولكن السد ده لازم ينضرب قبل الملء الثاني، سواء هيتفكك أو هيتهد قبل الملء الثاني ينضرب. في حالة أنه ما انضربش قبل الملء الثاني، يبقى ساعتها تكون مصر ماسكاه. لو مصر هي اللي ماسكة السد، ساعتها الملء الثاني ما يفرقش، لأنها هتفتح البوابات البرابخ اللي تحت، فالمية هتيجي هتطلق من الفتحتين اللي فوق ومن تحت، مش هيبقى فيه ملء ثاني لو مصر ماسكة السد. فساعتها ما فيش خوف يكسروه على مهلهم بقى، لأن هيكونوا فاتحين البرابخ اللي تحت، فمش هيتملي أصلا. لو في ايد مصر والسودان يبقى مفيش مشكله. لكن اللي انا بقول لكم ان السد ده اما ان مصر هتمسكه وتفككه براحتها، واما انها هتضربه قبل الملء الثاني، حاجه من الاثنين. واطمنوا من الناحيه دي، اطمنوا يعني 100 100، والملء الثاني لسه ما حصلش. اتمنى بقى انكم تكونوا فهمتم اللعبكه دي، لأن هي لعبكة، يعني هي مواضيع داخلة ببعضها، مواضيع داخلة ببعضها. أتمنى أنكم تكونوا فهمتوها، ولو ما فهمتوهاش أقدر أشرحها تاني بالتفصيل حتة حتة. ابعتوا لي رسائل لو ما فهمتوش الكلام اللي أنا بقوله. ماشي، أتمنى أني أكون أفدتكم يا شباب. ولو في ناس مش مقتنعة بكلامي طبعا هي حرة، و تصبحوا على خير.